مسيكم بالخير. شو يقول ويقول لك صغير ثبات هكا؟ تم حكاية تفكرها من صغري. ماش طويلة ياسر. كنا طلبة وكان عنا بورس من الدولة بثلاثين دينار. تجزي لما حالة وقت خير. نجم تاكل. تسكن. تركب في الكار. أما اللوكس لا. لا تفرهيدة، لا سهرية، لا لبسة زازو، لا حد شيء. إذن الواحد أو كان نهار الكل يلوج على خديمة. جاءوا الكنديان، وكالة كندية، تعمل في الدراسات، دخلت معهم استاجير. عاد نتفكر نهار مشينا لوزارة التعليم وما أدراك. قاو مدير عام قدرني قدرت والله، قبلنا وقعدنا وجات القهاوي وتكلمنا كيفاش كندا تعاون تونس إلى آخره. عاد تم الاجتماع احنا خارجين هو جبدني هكا التركينة وكان على قدر كبير من ركاكة الله يذكر خير. قال لي تو تظهر فيك واصل مع الكنديان هذو نجمش تستنى هكا في بورس الولدي يحبوا يقرأ في الكندا هنا القراية مهللة. عملت روحي ما فهمتش. قال لي ايه مهللة مهللة دبرنا بورس وانا نعرف كيفاش نزازيك. عمري ما نسيت اكل مشهد المخزي كيفاش واحد مدير في التعليم ويحب يبزنس باش يعدي ولده هكا عصنية العربي باش يطلع لكندا. انا واصحابي نتكلموا ياسر وقتها ملتزمين هكا وكذا قلنا جيلنا ولا يمن اللي تونس هذه ما تتبناه كان باولاد وبنات تونس وندافعوا على بعضنا وشادين شدين بعضنا بحيث في كل حاجة عملناها ما نعمله كان على الكفاءة التونسية. ما نطولوهاش ربي كتب جاتني مرضى ما هي سهلة والأعمار بيد الله وهذه أشياء في طبيعة البشر. جاني واحد عشيري طبس عليه قال لي اسمع سي المنصف يزيك من الكلام الفارغ هز المرأة واطلع لألمانيا ولا أمريكا ولا هو أما راهو هنا الطب التونسي مهله. قلت له بارك الله فيك وربي يهديك. أنا صاحبي الدكتور الأحمر الله يرحمه سي شادلي ريته بيبني في كلينيك الحنان
بالحجرة بالحجرة، ويلم في الممو متاع الممو، في الأطباء الصغار اللي جايين، اللي يسمع به بريان، اللي يسمع به باهي، الفرملية الفلانية معروفة يجيبها، التكنيسيان الفلاني، المعدات الفلانية من أعز البلدان. وقت اللي توفى بنت الدكتورة حنان خذت الضمان عليه، لا رخت لا بدلت ثنية لا، وعاودت كلينيك حنان زادت طلعتها لفوق كيما أبوها كان يحب عليها. عاد وقت كلمتها قلت لها راني مريض يلزمني، قالت لي أنت في دارك، وراو الدكتور أيمن أحسن جراح في المرضى هذه متاعك. وفعلا وقعت العملية والحمد لله في أحسن ظروف، وخرجت تحبح بس عليه شاب المغرب بنفسه، معني ما بلغنا من الكبر عتيا. هذه الحكاية وفيها وصية صغيرة يا ناس، راي الصين واليابان ما جابوش الدنوا والألمان باش يعملوا الصين واليابان، عملوها الصينيين واليابانيين، تونس ما نعملوها كان احنا. هذيك الوصيه. واللي متغطي نتاع الناس يتسمى عريان زبنطوط، الكلام القديم نتاعنا. وربي فضلكم دكتوره حنان، بارك الله فيك. هدية متواضعة ياسر، قبل كل شيء هدية القلب. الورود الحمراء والبيضاء. قبل كل شيء. الهدية الثانية مش حاجة كبيرة، ما شكر وتقدير للدكتورة حنان الأحمر وإلى كلينيك حنان. ثم حاجة ما هيش أهم الورود وأهم التقدير، لكن حتى هي تصلح في الدنيا هذية، هذا شيك من عندي الرئيس الشرفي لكلينيك حنان، يهدي لكلينيك حنان هذا نص مليار لكلينيك حنان. خاصي المصف لو كان لي باسيون الكل كيف شفتوا لي في سريهم بيان سور. صحيح الكلينيك مؤسسه اقتصاديه، لكن نتعاملوا مع حاجه مهمه ياسر ما تتقدرش بالفلوس، نتعاملوا مع صحه الناس، مع الحياه. ليميت نتعاركم على الموت، نجم تقول خدمه انسانيه، ياما مرضى دويناهم بلاش بيان سور، مش انتم ولا كيفكم. خليوني نعمل شويه بيبيسيتي. À partir من شهر الجاي إن شاء الله باش نجيبو من أحسن وأحدث المعدات في العالم في عدة مجالات، في التشخيص وفي الجراحة، وعندنا دي تكنيسيان ودي ميدسان قاعدين يتدربوا على الماتريال هذا المرة. لكن هذا مش كافي، أهم حاجة هي الطاقم الطبي وشبه الطبي اللي هو من أساس خدمتنا، وكان بلاش بيه امبوسيبل نوصلوا للنتائج اللي وصلنا لها. لذا نحبكم تصفقوا له. أنا نحييهم ونحيي سورتو واحد من أكبر الجراحين في البلاد، هو اللي أشرف على عملية النصف وراهن على الكلينيك متاعنا، بينما كان ينجم يكون يباشر برا، دكتور أيمن. دكتور يشد عليها شوية. شكرا لكم. ننوس شنو تحب تتعشى؟ مرقة بابوش. شنو؟ مرقة بابوش. يا والله يا نيس مين جي فيهم الشهاوي ذوم؟ هيا لعيكم. يا ربي سقي. هم ايش بيك لتوا؟ كملت ماخر الخدمة؟ لي بنيتي كملت في الوقت ما فاتتني الكأر. أنيس عاش ولدي، نحضروا العشاء بعد عنق ليك ما تحبيه.
كنشوف طلعه طلع لي بها ولدك ان شاء الله خير. قال لك يحب مرقة بابوش. طن طيب هالولد. بيان بيل سو سوار يعيشك انا قلت نعملوا سهريه نستدعوا فيها الفنانين وبعض رجال الاعمال والمداخيل يرجعوا كاس جمعيه سي تري اوريجينال معناها حاجه وحويجه سهريه وشويه انسانات وي سي اوريجينال خاطر المره هذه ناوي باش نجيب دي رابور دي دانسور دي دي جي وقيت زاده الي طون بور فير بارتيسيبي لي جون على لا في اسوسياتيف تري بون ايدي خاطر احنا فادينا مشيب معناها باش تستقطبوا الشباب تجيب لهم رابور ودي جي اي وي سي لا توندونس قداش فهمكم واستيعابكم لاهتمامات الشباب ضيق ياسر يا مدام ما فهمتك شي هذه على الاقل لازمها ساعتين ولا ثلاثه شوفوا شوف يا سيدي ربي فضل هيلك ميرسي دكتور ا تيت الاخ عايشك عسلامة سي رعوف عسلامة سي نوري مسلم عليك وقال لك كل شيء لازم يكون حاضر غدوة امبوسيبل يا اخي مش في بالنا اخر الجمعة علاش بدلتوا رايكم نلعبوها جوستومون مدام ماناش نلعبو الجماعة مسافرين غدوة يا سيدي غدوة الساعة تكون حاضرة حنان وي سي رعوف tu es ravissante يعيشك بون سواري بونسوار ليلا واتيتك الباغيوغ عايشك ميرسي هذه هو الايمن في عيد ميلادي هي الى دو جو ميرسي عايشك اي انا نقول لكم بون سواري بونسوار عايشك كيف ساري حلو عجبني سي المنصف داس فاست اه وي 500 مليون باش نمشي نجيب كاس فيه واحد تحب حاجه؟ لا ميرسي ما تبتش علي اوكي توحشتك مش وقته اين غدوه صباحي لازم السلعه الكل تكون حاضره مالاش مدخلني يلزمك تمشي تعاون باسم باش نجمو ندخلتو في الوقت باهي اوكي نجمش نقول الكلام باسم في بالو انت اللي باش تقول له وتاو لطفي وي السيجار وبرحمة بوك خرابة شنو عمار خو ياسر ولاد قحف برجعوا لي على جرد سيجارو هكا يا سيجار لطفي وي شلون شعر؟ بالسيجار وهاد الشعور شنو يا صاحبي خدي ما عندك هاد العاملة؟ فاهم شعور؟ تعلمت كان اللغة أنا تعلمت اللغة وأنت تعلمت دراسة النص
يا صاحبي سعيدة. سعيدة عمار عايش اخويا. خلينا نتوحشوك عاد عمار ها؟ مظلومة يا دنيا ما عاد فيها إلا الغدر الغدر يزر والكذب الدنيا شي عجب ماما الدنيا شي عجب. مدام كيما قلت لك قبيليك حكيت مع أيمن ما نتسمرش ما نجموش نخلطو. باش تخلطو سويعة من زمان كان تارتو تبدو الخدمة با بلوس. مدام كي انتي حبيت هنيني باسمي عايشك غدا تسعة تاع الصباح نكون بحدك. صباح الخير. صباح الخير. تهنى مدام. فديت من سهريات اللي ما عندها حتى معنى الخطابات الفارغة قدام الناس الفارغة ناس ما تهمنيش حتى طرف كوبلوات يمثلوا على بعضهم وهما اشترهم على باب طلاق وزيد رؤوف خسرني بالوقت حسونة يعيشك وصلني وهز الكهرباء غدوة 8:30 تاع الصباح يجيني. حاضر مدام حاضر. قبل ما تروح تعدى الباسم وأيمن تشوفهم يستحقوش حاجة. خلينا أيمن هوني جي با الشوا ان توكا هما باش يصبحوا. يا زهرة زهرة يا زهرة بسم الله الرحمن الرحيم يا زهرة على الباب باش نترنى ورا نضر كل ليله هو راعبنا الهم مذايا اسمعش بنتي يسخوك ادخلوا البيت وانتي امي ما تخافش عليا طون عارفك اش نفرق معاه ادخلوا عايش ودي ادخل ادخل الله لا ترب تبارك لك يا رب يا عم في سعيد يا زهرة يا زهرة يا تكترش الله يهديك يا عمار الله يهدينا ويهديك برا تخروح برا برا مشي تخروح تطوح لي في راسك والله يطوم بس عليك الليله برا مشي تخروح خير الله يهديك احزم الاقسم الحس نحسم زاد شو الاخر معناتها اللي نخرج لك برا تخرج مخي براسك فك عاد على امي عاد الليله يا زهره على الباب راك ضحكت علي الناس يا زهره الله لا تربحكم راكم تموتوا كل ان شاء الله يا زهره تو خارجه يا زهره وين كنت النجم نعرف وين كنت ساعة وانا ندق في الباب والعباد تفرج فيا تو وين تحلي يا زهرة تو وين تحلي كنا راخدين رقاد هذيك وليهم ان شاء الله لكلكم فرد نهار نرتاح منكم ان شاء الله يحسم تيحسم على روحك عيب يا راجل كل ليلة وانت بروح تطفح هكاك حيت يهز وحيت يجيب تيحسم معناتها انا ما نحشمش والله تو نعطيك بالضم فمك انا ما نجيبولك سبعة امي اللي خوفتني برك يا زيني من العرك فديت من العرك فديت من العرك برا نمشي حط لي فم خنرهش جعت ماكله في الكوجينه سخن وكول علاه انت يديك بالحنه مهدوده ما عندي حتى عظم صحيح برا فايق صغارك والواش فايق فيه ما قد كرخدين برا فايقهم برا برا فايقهم حاجتي بيهم الواش فايق فيه ترى عندي ليهم مشروع يعمل 66 كيف باش ناكلوا منه الشهد ونشربوا منه اي مشروع هبيل شنو هو المشروع الهبيل شتو كان منه الشهد ترى اعطيني مخك يا زهرة وما تعكسنيش ريتها بنتك حياة شبيها حياة
هذيك باش تولي تغسل الكراه في الكياسات. اي والطفل الانيس هذا كان نعملوا له صندوق فيه شويه سواكر شويه فول شويه بسباس وهو من تبرنا لتبرنا يبيع هكا عمار. أي. هذا يا مخك ايش قالك يا عمار؟ تحدى حبلي بصغاري عمار ضايع حبلي. اسمعني عمار ولد حليمه وحق ربي وحق ربي واللي خلقني ما زلت تعودها الهضره ذي نشكي بيك البوليسيه ونقول لك تشكي بيا. اي نشكي بيك البوليسيه. تشكي بيا يا زهره. اي نشكي بيك. اي نشكي بيك. ما انا برا امشي اشكي على قاعده يا زهره. انا نخمم في مستقبل صغاري باش يدبروا شويه فلوس وانت باش تشكي بيا. انا باش نخليها لك واسعه وعريضه. ارتع فيها يا زهره يا بنت العساس. ارتع فيها. امي امي برا فيس عايد خالتي منجيه فيس تحرك عايد خالتي منجيه. امي امي بسم الله. امي امي تبارك الله على بنتي تبارك الله. ايه شيء برد على القلب. تعرف كي يجي المرحوم هوني راهو مرقدش الليل بالفرحه. كيف كان هو شاد الكلينيك ويروح له قيت هذا يلقاني قاعده نستنى فيه ما يتعشى كان انا وياه. اما اول حاجه كان يعملها كان يطلع يبوسني وانا راقده وما يبوسني كان وانا راقده. الحكايه هذي حكيتها لي 3465 مره. عادش بيه كان خليتني كملتها الحكاية. الدنيا كلها مخبت خاطر. الأولاد وينهم؟ في بيت مهدي معاه صاحبه قالوا يراجعوا. باهي بحال خير. هيا عاد كملتوش الطرح خلينا نحطوا فيلم. خلينا عاد ما راهم عاملين جو. لبستي فيلم تاعك؟ ما عادش عندي بوانيت. سيسو على رواحكم عاد باش تهبلوا برقاي. عسلامة التو سافا؟ عسلامة ولدي سافا؟ واو ماما تقتل روبتك. ترى عاملين دورة. ما خيبكم ما جيتوش معايا. ربي ما اخطانا بلقعاتك. انت وتبدا فايدة كي تمشي. هيك رئيس الجمعية باش تعمل لكم دي جي شهر جاي. جوكم عاد. الجمعية شنو تحكي على التو؟ كي تبرع بالعضاء ولا شنو؟ أيا خان خليكم تركزوا. إجا معايا أنت. بربي قولي إيش قاعدة تعمل بحديهم الداخل. أمان ما زينا من حكاية أمي اليمنى. ما تبداش عادة ترمي في المعنى على سيمي. ماني خاف عليك. قولي بكرة روح من الفياج ولا إيه؟ غدوة يروح. والله توحشته. توحشته هو ولا فلي جيتو يا لفعة؟ هاي ما تسهرش برشا. باي باي. رجولي يا صاحبي أمك ياسر مثخنة. أون ديغي أختكم الكبيرة. هيا أرزل وعرف شو تحكي. بون سي نورمال عرفت عمرها 20. شو 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 هيا شد عندك هذا هاو بونتو ديريكت. بالضحكة نهارك أسعد ليام وبالفورمة هالضحكة متفارق لفيلم. الفورمة هذي تلقاها كل يوم مع ياغور ديليس. ياغور ديليس يوفر لك كمية من الفيتامينات والمينرالات اللي تضمن لك صحة وتوازن. قبل هنا اش نحضر لك لباس؟ لباس ايش قولك في المكان والزمان؟ هاي للبلاصة. تعرف يا قسومة يا صاحبي كان تهني على روحك بلايصة ما يعطيها لك كان المولى. شو حسدتني فيها؟ انا نحسدك يا قسومة. يدقني ربي فرحت لك على الاخر. تعرف من الليلة باش تولي القاعدة والركشة بحذاك. علاش ليه؟ اما كي تجي جيب شربك ودخانك وكميتك معاك وتلهميك انساه. شوفك الكمية العزيزة والغالية. ياك لقيتها عمار. سيب سيب مربوط سيب. صب صب. الله.
في قبال 5:30 تاع الصباح الحكايه هذيا. اوكي باهي راني جاي. فنانة مش بدورو. شنو هو الحل؟ عمار يا عمار قوم عمار فز دقاد نهار طلع قاعد عمار نهار طلع خليني نزيد شوية قصوة برس أمك نحس في روحي مدقدك يا ودي مدقدك ولا مهرس أمورك قلت لك قوم معناها قوم والديك نقاش عندك حق قهوة وحويرة سواقر شنو عمار نشربك ونوكلك ونرقدك ونزيد نعطيك حق القهوة والدخان في ياسر عاش حيش أتمني أخوك شد خوه طير ما احنا فراقك عايش خوي برا عمار شلكتي وين شلكتي هاي في الأمان قسوة في الأمان أمم عايش ولدي
فوالا ميرسي. صباح الخير يا جماعه، سامحوني على الدبر، الله غالبك حد. زهره شبي خدك ازرق؟ اقعد ام زهره خلص بقى. اللي حشيك وليدي كمل عليك مدام خالتي سامحني. اقعد اقعد، قولي شتما. اش باش نحكي لك انا، انا ماك تعرف ما نفاز لكمش صباحكم بحكايتي، تحبوا حاجه اخرى؟ اي براجي بجو. الله يبارك. وي ça va très bien. يعطيكم الصحة. داكور أنا جاي. ما خارجة؟ إي عندي ما نحكي معاك راهو. سيل تو بلي دلالك خليه لمبعد. ما نحب على كرهبة. مهدي وصل أختك توك نجي نحكي. أي أنا شو نتاعك؟ برا برا أخلت على حنان تهزك معاه الكلينيك، شوف الطبيب على ميتي. عندي برشا قضية أنا عايشك، خلي نهار آخر. على كيفك. يا ربي نحب على كرهبة، يا أخي شنو قد ديما أنا مربوطة بيكما؟ نحب كرهبة لينا كهو. عايزي بتخليني نقوم عشبك علينا، قوم. قومي زهر، بربي بيرو اللي تمسوا لي. أوه يا وليدي وأنا بيروك من وقتاش نمسوا. تعرفش كيفاش؟ اليوم بيتك مانيش دخلت لها. هي اللي صدقتك على الآخر. قلت لك جوست بيرو يوم تمسوا. هاي يخرج أنت هاي. كهو أنت شنو قد ديما تحت رحمتك. حب كرهبة لينا كهو. تكون ممستك. هاي هاي هاي. والله ما عجبك راهي. هكا كل صباح. زيت وسط عينيك، والله لما نقول لبوك تمسك انت توا، تمسك انت توا فاهم معاك. يا كسرة كيف تساعدك يا رن؟ لا نلعبوا. يا ربي نحب نفهم اش بك بهي ما راس الحم اخي، قداش من مره قلت لك ما نخدموش بيه الكريكات، ماني قلت لك نخدم بالصغير، تشبيه راسك ملحم يا بي. مانيش بيه ما عارف شنو واش حيش وما نجحش. تعلمت ترد عليا زاده برمشي روح نحي البلوزه برمشي اكلم عليا منظرك تحرك. انت يا ولد بهير وانت يا ولد شحش، ولا ما تشوف يا مشراب جيش. اي تقبح وافصح يا فرخ الحرام، والله غير نخطفك يا عم الله يا عم الله. الله على الامك. اخير وداع. صباح الخير. عابدين بن علي من اسم التليفون.
الجهد اللي كانوا باقيين للأنف خير. بونجور. بونجور مدام، الناس يستنى فيك في الصالة. باهي خلط عليا قهوتي. بونجور دكتور. بونجور مدام، مبروك. يعيشك، دايو خلط عليا الليستة نتاع الماتيريال اللي حكينا عليه. مبروك علينا الكل. توت سويت. صباح الخير. شربتوا قهويكم؟ نبداو؟ سامحوني مدام، لحظة مدام. وي بيان سور، سامحوني. زدت حوايج البارحة؟ وي. انت اليوم ما تكملش تخت برا ربع سيرة نصر مع بعضنا لينا عشت حطين كلام يا سامح. الو دكتور، كيفاش عملنا في الحكايه اللي قلنا عليها؟ سوني سي عايشك، اجاني لي رانديفو كل غدو، انا مروح. اوكي سلام. سلامة دكتور أمان، عايشك تعدي لي على بنتي موجوعة برشا. شو اسمك أنت؟ سندرا. شنو اللي يوجع فيك؟ وزني. توجع برشا؟ أي. باه يجع عش بنتيش. تفضل مدام. ما تأجل لي حتى رونديفو، عديهم لي الكل. عاش خاد عارفي ديما يسبني ويضربني وانا ما عاش نحي. امي جيعان، عامل لي كاس كلوت. الله يهديك يا وليدي، الله يهديك. باش عمل لي مشكله مع الراجل؟ ايش يهمني فيه انا ما عادش خادم. يا فيزي يا فيزي، وين ولدك؟ وراقة زادة، وراقة زادة. يا ولدك سكت فمك. ولا ما عملت شيء، ولا ما عملت شيء. سكت فمك. ها قاتلك اليوم، قاتلك اليوم. سكت والله بيسيبك. سكت فمك انت، شد بلاستك خير ما نكمل عليك. ولدك هذا مش متربي، سلخ لي وجهي قدام الناس. والله والله اليوم لما نسرق. والله والله اليوم لما نسرقك يا امي كلب. والله سيد اليوم لما نسرقك وتزيد تكذب زاده. ها تكذب؟ قولي 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 ما سبيتش المكان سيا. ها ها ما قلتلوش كلام سفاه. ها ما ضربتوش بالطبيعه. والله ما قلتلو كلام سفاه، قلتلو يا بيما كهو. يا بيما كهو. ها تسمع فيه صغير؟ شنعملو له؟ مش عارفني. سكت فم. ها الراجل جا حشمني قدام العباد في القهوة. ها يتشكاني ما راهت ولدك. ها هذا راجل، هذا راجل تعملو. يوسع بالك بربي. شكرا ما نوسعش. خيرت راجلك عليا؟ شفت وجهي؟ ما عادش تشوف. يخرج ما خيب راسك. اخرج. عالسلامة. شنو برنامجك؟ باش نعمل دورة بعد نعمل طلع الكراج. باهي سيس روحك.
شنو هاش مفتاح حافيه؟ حجيت مع امك قبل؟ يبت اما بالرسم بدلوا ولا تخبث عليه. وريني ترى. هيك دارت كمل بقية وحدك. لا تكمل انت، انا رجل كبير وحاج. 5000 2000 2000 وكسكروت مشيت معك. هاي تصبح على خير يا نانا. تصبح وتربح. عسلامة مدى. عسلامة. سافا ميو؟ الحمد لله عايشك يا مدام فضلك. تسلمش في روحك. ربي يسر، هاي تصبح على خير. ما تلزلوش برشا عمار، نعرف لسانك طويل. باهي يا نانا باهي، ان شاء الله في حج. يعيشك، اما هني نستنى في حنان يهديهش ربي، هكاك نعملوها مع بعضنا، نسبا؟ عسلامة. يسلمك عزيزتي، اطلع سلم على راجلك هاكا الفوق. وامي ما طلقنا ما عادش راجل. انت في العاده ما تنسى شيء، فما كان هادي نسيتها. تكلم بشويه. يسمع فيك الفوق، ما هو انتي مهنيتش على روحك. أمي عايشك فك علينا من هالغنية الفارغة. حمودة ما عادش راجلي وأنا عمري ما حسبت راجلي. ميلو لا بوا ولادك. جستمان بوا ولادي بوان. حنان حنان خير كسر فيك على خاطر هذيك انتي نحب روحك وانتي عادة دي كولور ما عادش روحك فقط عندك الحق. زارتنا البركة سي حمودة. مرحبا بيك يا حنان. هاك شيختهم وما نسيتكش. سي بور فو. او ميرسي. اي ماما حلو خلي يشوفوا عاد. اخترتوا انت ولا المدام؟ على ذوقك نو. ميرسي سي حمودة. دردارك فقط عشا. أنا داخل لبيتي. المرة الجاية لازمك تمشي معايا لندن. ها ما خديش راجع أنت. أول الصيف آخر ماي دوبي جوان مازلت ما صححتش كونتراتو. لندن في الصيف الحقيقة تقول لي إسبانيا نمشي معاك. أنا نمشي معاك وين تحب، ولا كالعادة مانيش محسوبة في فواياجاتكم. أنا أخوك الكبير. يز تبدل قديش كبير علي على دقيقتين باك دزيتني باش تحصلهم قبلي. ينجح حبالك طويل شن عمل. لو كسايا حاش اما العجيري طيبين تنسك تبدلها. صحيت يا ماك دزيت فاستك يا حاش. قول لي وين تسكن، تحب نقربك البلاصة؟ دي ما عنديش من نص. كيفاش باش تبدل برا؟ انتي ما نعرفش بلا يختار دبر راسك. اما الدنيا تخوف، اذا تحب يجي ناكلوا حاجه وبعد اسرح وين تحب. زعما برا مشيت معاه. شنو تحب تاكل؟ كسكروت ولا ربعه دجاج؟ صحفه على بلابي. قالها راجل انا نمشيو نعملوا صحفه. استنى استنى يا اخي، وين بيت البارح؟ في محط الكار. وين الجرد هذيك؟ من وقتش تبت البر؟ من اللي بابا مات. وامك ويني؟ امي حتى هي ماتت. الكل نيتامى حد ما يعيش بوالدي. عندكش خالة عمة حد من العائلة؟ عندي كان وجارك. اطلع سبت. هي كيف تحدد هيت نعمك.
سي حمودة يا سي حمودة، مراه معيش بنتي فضلك، انت خف براني دي لامك. اه تيا هجيت. واو ماما تقتل. اي اي انا نقول شكون طلعت بقوس هكا؟ بارك الله عليك، الاخضر واتك فريمون. شي لله سيدي الاخضر. صحة ليكم يا جماعة، أنا باش نخرج تعشى لبرا، بديت نروح مخر، دونك بون سواغي سي حمودة. مسيكنا بنتي والله تخدم ليل ونهار. شنو مسكينة؟ جو تسيخ. اغتسلوا لهنا. وين ماشية؟ ما نعرفهاش البلاصة. شنو باش تعمل؟ وين باش تهزني؟ هالبيت وين باش تهزني؟ الشخصيات اللي تعرفنا عليهم اليوم فموجوه في الظلام، عصابة لخطف الأطفال نكتشف أسرارها في الحلقة الثانية من ناهورة الهواء. سهرتكم تتواصل بعد قليل مع الحلقة الأولى من الكلام جية.